حيث خرج صبيحة اليوم العشرات من المحتجين بورقلة دعما لمطالب سكان مدينة عين صالح المعتصمين منذ ما يقارب 3 أشهر والمتمسكين بمطلب وقف استكشاف الغاز الصخري. وكان في مقدمة المسيرة الاحتجاجية قادة من أحزاب السياسة المنضوية تحت تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. نعم، إذن هنا من وراء تجري الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري هنا في مدينة ورقلة في ساحة المقابلة لمقر بلدية ورقلة. نعم، المئات من الشباب والطلبة الجامعيين والأساتذة وممثلين عن المجتمع المدني وكذلك رؤساء أحزاب سياسية قدموا إلى هنا للمشاركة في هذه الوقفة المناهضة لاستغلال الغاز الصخري ومطالبة الحكومة بوقف عملية التنقيب على الغاز الصخري. كان معكم رفيق خلف الله من قناة النهار مدينة ورقلة. إذن كان هذا رفيق خلف الله موفى تلفزيون النهار إلى ولاية ورقلة. كان هذا قبل حوالي ساعة، نربط الاتصال به على المباشر ليوافينا بآخر المستجدات هناك. رفيق مساءك سعيد، أهلا بك رفيق. إذن في انتظار معاودة ربط الاتصال برفيق خلف الله، لا بأس بأن نستمع لمقاله شخصيات من تنسيقية الانتقال الديمقراطي خلال هذه المسيرة تعبيرا عن دعمهم لسكان الجنوب. اليوم رانا في ورقلة في وقفة يعني احتجاجية ضد استغلال الغاز الصخري، كما كنا الأمس في عين صالح، كما كنا كذلك قبل الأمس في العاصمة. فالجزائريين مهما كان المكان هذه قضية وطنية ولازم ندافع على الفكرة باللي لازم الوقت حان باش يوقفوا استكشاف واستغلال الغاز. لأن الحلول هي حلول سياسية والحل هو توقيف التنقيب والاستغلال لهذا الغاز. هي مسائل سياسية تستوجب حلول سياسية، ولكن لا للغاز الصخري، كفى للاحتقار تهميش. كاميرا تلفزيون النهار رصدت أيضا انطباعات سكان منطقة ورقلة حول الوقفة الاحتجاجية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري. رفيق خلف الله رصدت تلي دائما. الدستور يقول السيادة للشعب، إخوان في الجزائر، أخاوي الجريدة الرسمية رقم فهد قانون في مراكز الشرطة عبر الولايات. قلنا رشيد وين وقلنا خمسة، ولكن آخرون لا تعلمون. هل غاز الصخر خير من البشر؟ هل غاز الصخر خير من البشر؟ عندنا بترول، عندنا غاز، عندنا تمر، عندنا الفلاحة، عندنا فرنسا استعمرتنا على القمح، ما جاش على البترول. هادو السياسيين هادو كاين اللي كيما نقولوا عنده صوالح، كاين اللي محنا ماناش باغينو كونتر هذا الغاز الصخري. رانا واقفين مع ناس عين صالح وناس لوسيل كومبلي، وحنا جزائريين كاع، الجزائريين كاع راهم رافضين هاد الفكره تاع الغاز الصخري، باسكو الغاز الصخري دونجورو. ايها الجمع الحال الكريم، رانا مع الناس هذو اللي راهم واقفين مع عين صالح ومع جميع الجزائر كامله من اقصاها الى اقصاها. احنا مع يوجد معي عبر الهاتف رفيق خلف الله موفى تلفزيون النهار الى ورقلة. مساءك سعيد رفيق، ان كنت تسمعني. مساء الخير ناصر، انا اسمعك جيدا. نعم رفيق، هل لك ان تضعنا في صورة ما يحدث هناك بالضبط؟ واخر المعلومات التي وردتني منذ قليل تقول بتفرق الوقفة. نعم زميلي ناصر، انتهت منذ حوالي ساعة الوقفة الاحتجاجية التي جرت اليوم وسط مدينة ورقلة. كل شيء جرى على ما يرام، المحتجون غادروا الساحة التي اعتصم فيها واستعادت الساحة هدوءها، والمدينة أيضا استعادت هدوءها بعدما غادر الجميع إلى منازلهم أو مكان عملهم. الوقفة كانت يعني جد سلمية، لم تشهد أي صدامات، الشرطة لم تتدخل واكتفت بالمراقبة من بعيد، بما أن المسيرة كانت أو الوقفة الاحتجاجية كانت جد سلمية. قالت أحزاب سياسية في صورة محسن بن عباس رئيس الارتدي وجيري سفيان رئيس جديد ودويبي رئيس النهضة وكذا برلمانيين اصطفوا في الصفوف البرلمانية بمكان الاعتصام، أين تناوب على أخذ الكلمة أمام المئات من المواطنين الذين حضروا هذه الوقفة الاحتجاجية قبل أن تنتهي منذ حوالي ساعة من الآن.
رفيق، أين أنت متواجد بالضبط؟ كنت أود لو كان معك واحد من يعني أقطاب المعارضة يعني. نعم، للأسف زميلي نصر يعني غادر الجميع مكان الاعتصام، ونحن أيضا يعني غادرنا مكان الاعتصام في ساحة الساحة المقابلة لمقر بلدية ورقلة. نعم، نشكرك.